الداو فارغ لكنه لا ينضب، لا يصبر غوره، منشأ الآلاف المؤلفة، يثلم الحاد، يحل العقد، يخفف وهج النور، يتمازج مع التراب. دع عجلاتك تسير فوق الدروب القديمة، خفي وغامض ولكنه حاضر أبدا. لا أدري هو ابن من، لكنه سلف الآلهة. هون الداو فارغ ليس يعني حالة فارغة من العدم، لأنه أعماق اللانهائية تخفي بذور الخلق. ممكن يبدو أنه لا يوجد شيء في الداو، ومع هيك هو يحتوي كل شيء. إذن هو الفراغ الحامل، هو حقل بإمكانات غير محدودة. وفي هذا الفصل يعود لاوتسو للطبيعة الغامضة للداو. هو بعيد لدرجة أننا لن نستطيع تخمين وجوده إلا من خلال الاستنتاجات اللي بنتوصل لها من خلال مراقبتنا للعالم حوالينا. الداو إذن هو القانون الطبيعي الذي يعمل الكون بموجبه. هذا القانون الطبيعي ما إله شكل خاص فيه، لكنه يحكم كل ما هو موجود، لا يتعب ولا يتضاءل أبدا. وهذا القانون اللي بيحكم الجميع لا يمكن أن يكون له أي تفضيلات، بيتعامل مع الأشياء الكبيرة زي الصغيرة لأنهم في الأساس نفس الشيء. فكر في الجبال والكواكب والمجرات، كلها تتكون من ذرات ومن جسيمات دقيقة جدا لدرجة أنك مش ممكن حتى تتأكد أنها موجودة. فكل شيء في العالم يتكون من أشياء صغيرة، لهيك ما في تفضيلات للكبير على حساب الصغير، بل ويجب أن يكون له علاقة أكبر بالأشياء اللي بنعتبرها أقل أهمية. الأحداث الكبيرة نادرة، بينما الأحداث اليومية الصغيرة تحدث باستمرار طول الوقت. فمن الضروري أن نولي أكبر قدر من الاهتمام للأشياء التي تبدو أقل أهمية. مع الداو الحدة لا تدوم، ولا عقدة لا يمكن حلها، ولا ضوء يمكن أن يستمر بالتوهج. لا يوجد شيء يبقى مدة أطول من غباره، وإذا أصبحنا مثل الغبار وقتها سننتصر وسنكون في انسجام مع الداو. الطبيعة غير الواضحة للداو تشير إلى حقيقة أننا لا نستطيع إدراكه بشكل مباشر، يمكننا فقط ملاحظة أثاره على العالم، تماماً كيف بنشوف أثار الجاذبية كسقوط الأجسام، ولكن لا يمكننا أبداً أن نرى الجاذبية نفسها. لا نعرف كيف نشأ الداو أو إذا جاء من أي مكان على الإطلاق، ما إله تاريخ ميلاد. قد تكون هناك نقطة انطلاق لظهوره، لكن القانون نفسه خالي من الزمان. والأهم إنه القانون لا يتغير إذا ظهر العالم أو اختفى، يبقى كما هو إلى الأبد وفي أي مكان، لهيك فهو أبدي ودائم الوجود. كان موجود أمام الآلهة وهو موجود حيث لم يكونوا موجودين كمان. ما يقصده هنا أيضا أن يمكن أن يكون هناك كون بدون أي آلهة تحكمه، ولكن لا يوجد عالم بلا قوانين.